السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. الزور فلان يا جماعة الخير يا الحباب، كيف الأحوال؟ والله مانيش حاب تشوفوني كما كنت تشوفوني، ولكن درت هذه الصورة فقط حتى تكون مبهمة بالنسبة لبعض الجزائريين اللي يشوفوا هذا العالم اللي يدور حولهم والأزمات اللي هي يعيشوها يوميا. يعني كيف لشعب مثل هذا، وأنا أقصد الشعب الجزائري اللي يحتفل البارح برأس السنة الميلادية، يعني رأس السنة الميلادية اللي من المفروض يكون فيه يعني تذكير بمشاكلنا الأساسية اللي يعيشها المواطن البسيط. هل نحن في حاجة إلى احتفال مثل هذا؟ والله البارح لما شفت أنا يعني احتفال برأس السنة الميلادية في مقام شهيد، يعني كنت حزين جدا. كنت حزين لسبب بسيط، أن هذا الشهيد اللي ضحى من أجل هذه البلاد باش البلاد تكون يعني تحترم خصال الجزائري القديم، يعني الجزائر تاع اليوم اللي صبحت يسيروها يعني المخنثين وأصحاب مصالح، يعني وهنا أعني كل ما هو يدور بدائرة العصابة. يعني العصابة هي اللي حبت يكونوا هذه الاحتفالات بهذه الطريقة هذه، وربما هناك تحركات خفية كانت مسبقا محضرة للاحتفال بهذه الطريقة. يعني ونعاود نقول شيء محزن بالنسبة لهذه الجزائريين، وحنا نشوفوا جزائريين مثلنا اللي كانوا انتفضوا البارح، يعني وأنا أقصد هذه المعتقلين تاع المسجونين تاع الرأي اللي منذ الحراك، يعني منذ 22 فبراير، والشعب يعني خارج الشارع مثل ما يخرج في هذا الاحتفال. يعني لم نرى هذا الشعب نفسه اللي خرج في الحراك، ربما هو نفسه اللي احتفل البارح. يعني كيفاش تغير هذا الشعب اللي عرفناه تاع الشهامة وتاع الرجولة وتاع الأنفة، اللي باش يعالج يعني ويطالب بالتغيير الحقيقي، ليس بمثل هذه الاحتفالات. يعني سيكون لنا غدا أفضل، لا أظن ذلك. يعني وهذا ناقوس خطر موجه لكل الشعب الجزائري والشباب، يعني الشباب خاصة الشباب اللي كان يرفع صور عبان وصور عميروش وصور مصطفى بن بلعيد، أصبح اليوم يرقص، يعني أصبح رقاص، يعني أصبح رقاص مثل الرقاصات نتاع كيفاش يقولوا تاع المداحات. يعني أصبح الشعب الجزائري وخاصة شبابه ليرقص ويحتفل يعني بدون مراعاة يعني هذه العلاقة اللي موجودة بين هذه الأزمة اللي عشناها هذه عامين، يعني أزمة الكورونا. يعني شوفوا كيفاش النظام يسمح لتجمع مثل هذا وهو تجمع غير مرخص، يعني يغض الطرف يعني عن كل المخاطر اللي ربما تنجر عن هذا الاختلاط اللي هو موجود وشفناه على كل حال، وبموازاة مع هذا الاحتفال. يعني هذا شيء عجيب. يعني في السعودية وما أدراك، يعني في الرياض نفس الشيء احتفلوا السعوديين، يعني غيروا البوصلة نتاعهم من الحفاظ على مبادئ الإسلام إلى الخروج منه أفواجا أفواجا. يعني هذا يعني هذه هي كما يقولوا الأخيرة، علامة الأخيرة ولحقت على كل حال. والله العظيم يعني وشفت كذلك احتفالات يعني وقعت أيضا البارحة في التغيث في بشار، يعني أهلنا في بشار يعني احتفلوا كذلك، يعني وهذه الأنوار الاصطناعية التي ترمى هباء المنثورة، يعني وغدوة ربما يكون في طابور تاع حليب ولا تاع زيت، يعني نقص المواد الأساسية. هنا التناقض في سلوك شعبنا على كل حال. والله أنا لم أحتفل لهذه الأسباب اللي راني نقول فيها على كل حال. كيف أخوتنا في السجن وأمهات نتاعهم يصيحون، يعني لما يشوفوا هذه اللقطات يعني في القنوات العامة والقنوات الخاصة، يعني كيف يكون مصيرهم يعني من الناحية البسيكولوجية؟ يعني كيف لأبناء هؤلاء الذين خرجوا في مقدمة الصفوف لينادوا بجزائر ديمقراطية وجزائر تغيير، وهم يرون أن هؤلاء نفسهم يعني الذين كانوا في صفوفهم وتغيروا 360 درجة؟